لا يغيب عن بالك انه اليوم العالم يشهد ازمه بالنقد بصوره عالميه وليس بالعراق، ومتوقع انه قد تنهار الاسعار العقاريه بالقريب العاجل، لان هناك ازمه عالميه على مستوى العالم بمساله النقد والسيوله، اضافه الى الوضع الضبابي اللي تعيشه الدول الكبرى وتاثيره علينا. يعني انت شفت الحرب الاوكرانيه روسيا كان لها تاثير على توفير المواد الغذائيه وارتفاع المواد الغذائيه، وانعكس هذا على الشرق الاوسط وعلى اوروبا بشكل عام.